كان لنشأة المثال السيد عبد سليم المكون الرئيس لرؤيته الفنية التي تميز بها بين أقرانه.
كانت القرية الواقعة في قلب الدلتا هي التي أمدته بإرادة الإبداع الفني والطاقة المكنونة وعمق المشاعر الإنسانية التي تتميز بها قرى الدلتا الغنية بالحركة والنشاط الحياتي لسكانها. برحب أستاذ السيد عبد السليم، الفنان والنحات، وأيضا كان رئيسا لقسم التربية النوعية وعميدا لكلية التربية النوعية السابق. يا اهلا وسهلا بحضرتك استاذ. الحقيقة ما لفت انتباهي عند إعدادي أو بحثي في هذه الفقرة فكرة استلهام التراث عالية جدا في أعمالك، ونوه بها أكثر من ناقد فني، ولكن هذا التراث لم ينحصر في التراث الفرعوني فقط، ولكنه تعدى ذلك إلى شتى مناحي التراث الإنساني. فما أسباب هذا التنوع لديك في أعمالك واستلهام التراث؟ الحقيقة يعني منذ البداية يعني والتكوين الأول أو البيئة المحيطة بالفنان أو المبدع أو بدايات التجربة أو بدايات النشأة، لما الإنسان بيبقى فيه أشياء مثيرة حواليه من حكايات وأساطير ورؤى وأشكال ونباتات وحيوانات وطيور وبيوت وسماء وتعدد للظروف المناخية والطبيعية قدام الإنسان والمشاهدات اللي بيشوفها كل يوم دي بتعمل تأثير كبير جدا في حياة الطفل في منذ النشأة الأولى. ما بالك لو كان هذا الطفل يحمل جينات الموهبة الإبداع أو الابتكار إن هو يحاول يحقق شيء. فطبعا من البداية أنا كنت أقيم في قرية إبشان محافظة كفر الشيخ. في الوقت ده كان القرية كلها تعمل بالزراعة، الفلاحين البسطاء الطيبين اللي همهم هم الحياة الريفية والتعامل مع الحياة البسيطة جدا جدا. فمن خلال هذا الصفاء وهذه الرؤية النقية من أخضر وأزرق وأرض ومية وناس طيبين اتخلقت بدايات التفكير مع هذه الموهبة اللي نشأت معايا وأنا الطفل الصغير، واكتشفتها حينما كنت أجلس في مدرسة الشاعر حافظ إبراهيم الابتدائية بإبشان، ودخل علي ناظر أو المفتش بتاع التربية الفنية وأعجب جدا بكراستي بتاع الرسم، وبدأ يفرج كل زمايلي في الفصل ازاي شفتوا زميلكم عامل ايه، ده عامل حاجة جميلة قوي، وانا ما كنتش اعرف ان انا عامل حاجة جميلة. الله. انا حسيت بأهميتي بعد كده ان انا بدأت اعمل حاجات جميلة في الوقت ده، وبدأت كل زمايلي يقلدوني وبدأت تتبلور الحكاية معايا في مع الوقت لغاية لما دخلت كلية فنون جميلة، وحسيت ان انا جوايا مخزون القصص والحكايات والاساطير الشعبيه صحيح. والخرافات اللي كان بيحكيها لي امي وابويا وجدتي والاهل والناس الطيبين اللي بيقعدوا يحكوا في حلقات السمر بالليل وفي القعدات البسيطه جدا، وشاعر الربابه اللي كان بيطوف القريه ويحكي حكايات ابو زيد الهلالي وقصص الفرسان والاساطير والابطال من خلال حكايات بسيطة وشعر وهكذا. ما الذي يعني يضيفه استلهام التراث للنحات والمثال بشكل عام؟ ما هي الإضافة؟ الإضافة أن هو يكون ملتصق تماما بكل هذه الحيثيات البنائية الأولى، بناء تكوينه، على عكس مثلا ما يكون اتنقل من هذا المكان إلى مكان آخر خارج هذا الوطن ويعود بطيارات وافدة أخرى، حاجات أخرى غير مفهوم هذا المكان، هذا الوطن، من حكايات وأساطير وتراث. ده بيحقق جواه ارتباط بهذا المكان من خلال الدراسة والثقافة والقراءات والرؤى والمشاهدات والحكايات. بعد كده بعد ما بنتقل من القرية واروح إلى اسكندرية واتعرف على أساتذة، اتعرف على أهمية الفن والنحت والرسم والتصوير، وان احنا ما عرفناش تاريخ الحضارات القديمه
إلا من خلال هذه الفنون. هي كانت اللغة صحيح. اللي بنقدر حتى الآن نعرف أسرار هذه الحضارات القديمة. وده هيجعلني أتوقف عند هذه الجملة، كيف يعني أثر التراث المصري القديم في منحوتاتك؟ هل فكرة الشموخ والثبات والرسوخ انتقلت لك ولجيل وأجيال من فنانين في عالم النحت؟ يعني أنا حسيت إن بطبيعتي مرتبط وملتصق تماما ببدائية النحت المصري القديم. النحت المصري القديم هو أسلوب، مش بالضرورة إن أنا أنقل العمل كما هو، لكن هو الأسلوب الفرعوني، الأسلوب المصري القديم متعرف عليه، الثبات والقوة والاتزان والالتصاق بالكتلة وعدم وجود فراغات كثيرة في العمل التمثال، للحفاظ على بقائه وارتباطه بالزمن، لأن الفن المصري القديم ارتبط بفكرة الخلود، فكرة الخلود، وإلى ما شاء الله حتى في اختيار الأحجار الصلبة ده دليل على أنها عشان تدي نوع من البقاء إلى أطول مدى حتى تعود الروح مرة أخرى. لأن فكرة يعني ما بشوف مثلا الكاتب المصري وإزاي الكتلة فيها نوع من الرسوخ والقوة والبنائية والنظرة العظيمة اللي في هذا الشخص اللي يجلس وكأنه يستمع إلى من يملي إليه عشان يكمل الكتابة. صحيح. ده عمل من الأعمال العظيمة جدا، يعني حتى يمكن أنا في حاجات الجلسة الفرعونية ديت بتحسسها فنانين كتير جدا، وهو بيشتغل يلاقي في الجلسة دي جاياله نفس الوضع ده يبدأ يتصرف. يمكن أنا في أعمال من الأعمال اللي عملتها زي مثلا تمثال القزم سنب، عجبني جدا تمثال القزم سنب، وأنا في المتحف المصري القديم لقيت تمثال رائع جدا جدا من أعمال النحت المصري، هو تمثال القزم. فحبيت أن أنا أبعت له تحية لهذا القزم بأن أنا أعمل نفس الشخص بس شايل تفاحة، فيها نوع من التفاؤل، نوع من البشرة والخير إلى العالم. نعم. يمكن ده نموذج آخر من نموذج آخر لكن الكاتب لما بنشوف اللي هو أصبح شعار الهيئة المصرية العامة للكتاب أيضا، يعني أخذنا هذا الشعار. يعني في التراث الفرعوني في النحت أثر في المدارس الحديثة أيضا، هو أثر ولا ما فيش فنان يعني شاف الفن المصري القديم إلا ما أثر فيه من أول محمود مختار حتى الآن. يعني حتى محمود مختار أنا بعتبره هو عودة حديثة للفن المصري القديم، هو يعني بعتبرها الكلاسيكية الحديثة في النحت على يد محمود مختار. طبعا دي مرحلة مهمة جدا. إن هو محمود مختار ما بيجي ياخد نفس الفكر الموجود في نفس الاسلوب الفرعوني في البنائيه والكتله والصرامه في الاوضاع الموجوده، ويحقق ده في اعماله برؤيه حديثه. يعني حتى الفلاح المصريه لما بيجي يلبسها اللبس الموجود لكن بنفس البنائيه المصريه القديمه. لما بيجي تمثال ازيس او الموجود في المتحف مختار مرتبط جدا بالأسلوب الفرعوني. صحيح، كثير من أعماله مرتبطة بالأسلوب الفرعوني. لأن يعني اختيار خامة الجرانيت لازم يكون لها فردية. لأن الجرانيت ما تقدرش تعمل دراع كده في الهواء أو تعمل مثلا حاجة طايرة. نعم. على عكس البرونز، إن الأعمال النحت البرونزية ده من أجمل من أبدع الأعمال النحت في العالم في التاريخ. ده تمثال خفرع. نعم. وهو من حجر الديوريت وموجود في المتحف المصري. ده من أعظم الأعمال النحت في التاريخ على الإطلاق. يعني المصري القديم كان يركز على الديوريت والبازلت الشست، هو كان بيركز على كل الأعمال الأحجار الصلبة شديدة الجرانيت القدرة على الخلود. الجرانيت بألوانه والبازلت والنايس والشست والديوريت، أحجار كتير اللي لها علاقة ده خفرع. هو نفس التمثال، هو نفس التمثال من زاوية أخرى، على رأسه حورس يعني كأنه فارد جناحيه بيحمي الملك. ولما بتشوف التمثال تحسه فعلا ان هو تمثال لملك،
من اللي هو الملك خفرع. طبعا في من أبدع من أجمل الأعمال، وعلى الكرسي من تحت تمثال النيل اللي هي النيل. فطبعا نفس اللقطة مقربة. طبعا لقطة مقربة لنفس في قوة وبنائية وصرامة، وفيش في يعني في التصاق بالكتلة، في مفيش في بعد عن التفاصيل الكثيرة اللي زي العروق والثنيات الجلد والقماش. كان له أسلوب خاص النحت المصري القديم في تناول الأحجار عشان فكرة البقاء، لأن بداية التفكير في وجود النحت أصلا، كيف بدأ النحت في مصر؟ فكرة النحت ظهرت في بداية التاريخ في مصر. ظهرت ليه؟ لأن طبعا العقيدة المصرية القديمة هي عقيدة بتميل إلى بتؤكد فكرة البعث والخلود. إذن هذا الملك حينما يموت فستعود له الروح مرة أخرى، وده نشأ من المشاهدات اللي كانوا بيشوفوها، الشمس تشرق ثم تغرب ثم تشرق مرة أخرى ثم تغرب، وتتوالى كل هذه الظواهر الطبيعية من شمس إلى نيل، فيضان، جفاف، فصول أربعة بتتكرر كل سنة، رياح، أمطار، هناك قوة خارقة تحرك هذه الأشياء. فلابد أن هو هذا الشخص الذي كان له هذه السطوة وهذه القوة حينما يموت سيعود مرة أخرى. في لوحة يعني هنا مثلا دي لوحة أوزوريس، إله أوزوريس، في جلسة فرعونية اللي فيها الشكل والبنائية الموجودة في يمكن ده نحت بارز، لكن في النحت المستدير أو المجسم بتتأكد الفكرة بنفس الإحساس. الوظيفة الدينية للمنحوتة هل كانت لصالح الفن أم أخذت منه فكرة أنني أنحت من أجل أن تحل الروح في هذا التمثال؟ هو الفن كان بخدمة العقيدة الدينية، لخدمة العقيدة الدينية، لأنه هو لما بدأ يعمل عملية تحنيط للجثة فطبعا يحطها، طبعا التحنيط بيصيب الجسد بنوع من التشويه يعني، فخيفية من أن تعود الروح مرة أخرى إلى الجسد فلا تتعرف عليه، فبدأ يتم وضع تمثال طبق الأصل للميت معاه في المقبرة. ومن هنا نشأت فكرة النحت. حتى يمكن ده عمل اللي احنا بنشوفه أوزوريس، النبات يخرج من جسد أوزوريس. وطبعا هنا فكرة رمزية ان هذا الكائن او هذا الانسان او الاله اللي كان في الفكر العقائد المصري الوثني القديم، ان كان بيعتبر ان جسد أوزوريس بعد الموت بيطلع منه النبات. ويمكن انا عملت تمثال كبير ضخم من حوالي 12 متر وعرضته 2011 في ساحة الأوبرا. كان عبارة عن مركبة ضخمة، عبارة عن مجموعة من العجلات المركبة من أقدام، وحطيت عليها موميا كأنها مومية أوزوريس، ويخرج منها النبات، وأسميته عودة الروح. وكان ده بداية للتبشير بالثورة أو بالإحساس أو بالإحاء بأن هناك شيء ما سيحدث، وتعود روح جديدة لمصر بهذه الأعمال. من خلال هذا العمل فكرة بقى تأكيد أن النحت كان بيخدم العقيدة الدينية، أن هو نشأ لتأكيد فكرة عودة الروح مرة أخرى للجسد حتى لا تختلط الروح بجسد آخر، فبدأ يحطه تمثال داخل المقبرة طبق الأصل من الميت. حتى بعد تقهقر الدولة الفرعونية في الأسرة الثلاثين ظهر بدل التمثال كان يتم وضع قطعة من الخشب مطلية بالجص والكتان، ويتم رسم وجه الميت، وسميت هذه الطريقة بوجوه الفيوم. يمكن وجوه الفيوم ديت هي أول ظهور لفن التصوير في التاريخ. وعشان كده بنقول يا جماعة إحنا إن المصريين القدماء هم أول من
اكتشفوا أو من استخدم الفن التصوير. وكانهم بينتقلوا فعلا من النحت إلى مش فن أوروبا ولا حاجة، فن سريع يعني كالتصوير الفوتوغرافي. ولذلك هذه البلد تحمل كل الصفات العملاقة للحضارات القديمة، هي الحضارة المصرية القديمة. لكن تأثر الفنان السيد عبد السليم لم يكن بالتراث المصري القديم فقط، هناك تأثرات من كافة المناحي. مثلا لوحة حلم يوسف هناك استلهام للقرآن الكريم والأحلام التي فسرها سيدنا يوسف في هو طبعا بيبقى فيه حالة إسقاط من خلال الثقافة والرؤى اللي داخل الإنسان داخل الفنان، بيحس ان هو لازم يقدم رؤية او تجربة في عمل ما، سواء عمل نحت بارز او تصوير او نحت لقصة معينة. فانا في احدى اللحظات تخيلت حالة صديقي السجن او صاحبي السجن اللي كانوا مع سيدنا يوسف في السجن، واحد يعصر خمرا والآخر تأكل الطير من رأسه. فحاولت هذا الصراع وهذه الدراما القوية جدا إلى عمل من النحت البارز منفذ بالنحاس المطروي. يمكن احنا شفناه في فيلم بدلة برونز وموجود الصور بتاعته. كان موجود فعلا في فيلم بدلة برونز، لوحة ضخمة، تصوير الطيور التي تكاد يعني تنهش من رأس أحد الأشخاص. طيب، وأيضا التأثرات من حضارات أخرى موجودة في أعمالك، يعني وليس فقط التراث الفرعوني أو مصر القديم والتراث الديني. هو الفن كلغة، كلغة لغة بالضبط احنا بنتعلمها. يعني بنتعلم اللغة مثلا بدايات الأبجديات ألف ب ج لغاية إنجليزي عربي، هي هو الفن كده. الفن انت بتتعلم أبجديات الفن، البناء العمل النحتي. فانت في اشياء كثير جدا وانت بتشتغل بتلاقي طالع لك حاجات من الفن المصري القديم، من الاشوري البابلي، من نفسك، من احساسك انت، من تجربتك انت، عامله بالظبط زي اللي بيقود او بيعزف موسيقى. نعم بالظبط. هنا العجانه، هي العجانه دي من الاعمال الارشاديه الفرعونيه القديمه، بتبين لنا هو مثال صغير بيبين ازاي كانت طريقه عجن القمح وعمل الخبز. ففي في هو تمثال من الفخار التمثال ملون. التمثال في 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 اختلاف عن الصلابه اللي حضرتك اتكلمت عنها والرسوخ، هل في نوع من انواع الحركه قليله؟ التناول شويه في الاعمال الصغيره كان بيدي نوع من الحريه شويه في الاداء. يعني في هنا التفريغات الايدين، وفي الفراغ اللي ما بين الذراعين والصدر والبطن والحاجات دي كلها. لكن هنا بيحتفظ ب مثلا الشعر المستعار، الملامح، الزي اللي موجود، التماثل الشديد في الفن في بس الانثناء ده مش موجود كتير في المنحوتات الفرعونيه. ما هو بالنسبه للتماثيل الارشاديه كان بيخرج شويه عن نطاق الالتزام بقوه البناء عند التماثيل الخاصه بالملوك والالهه. مين من فنانيننا شكل الرسم، مين من فنانيننا المصريين المعاصرين بترصد هذا التاثر الشديد بالتراث الفرعوني بجانب الفنان والممثل محمود مختار؟ فنان ما تأثرش بالمصر القديم، كل الفنانين المصريين من أول محمود مختار حتى أنا. يمكن أساتذتنا زي محمود موسى، زي السجيني، زي أحمد عبد الوهاب، كل معظم الفنانين الكبار، أحمد عثمان، كل الناس حتى الفنانين الراحلين اللي هم بعد محمود مختار تأثروا بالفن المصري القديم. لكن مش بالضروره يبقى نقل حرفي من لكن هو بيضيف الى روحه امتداد للمصري القديم، زي ما حصل مع محمود مختار، زي مثلا شغل فتح محمود، بنشوف انور عبد المولى، عبد البديع عبد الحي، كتير. يعني هنا الاسلوب المصري القديم، شوف الجمال في العمل والتماثل الشديد في، لو انا قسمت الوجه نصين هتلاقيه متماثلين شديد الطباق والتوازن في العمل. الخامه هنا الابستر،
هل حضرتك استخدمتها في اعمال؟ استعملناها في حاجات صغيره، وهنا برضو حتى المصري القديم ما استعملهاش كتير، لانه استعملها في الاعمال التزيينيه زي معظم حاجات بتاع تتعنخ آمون. لا اشعر بان هي بتستخدم في الوقت الحالي كثيرا. بتستخدم في اشياء تطبيقيه اكثر، تطبيقيه اكثر. يعني بسبب صعوبه التعامل معها، المزهريات والحاجات. لا ده هي خامه سهله. سبب عدم، لان هي هشه يعني ممكن تتعرض اذا قريبه من الرخام، يعني من فصيله الرخام. نعم على يعني عشان كده مصر القديم كان بيميل الى استخدام احجار الصلب والمعادن زي النحاس الاحمر. يمكن لما انا دخلت المتحف المصري القديم ولقيت جناح كامل من الاعمال الصغيره معموله مسبوكه بالنحاس الاحمر، فقلت طيب ما احنا عندنا في مصر القديمه من زمان في من الاف السنين السنين كانوا بيعملوا السباك. طب احنا بندور على ان احنا نعمل مسبوكات زي دي، مش عارفين ليه. فكانت بدايه فكره ان لازم يبقى في مصر مسبك برونز بدل ما نصب اعمالنا خارج مصر. وبدات اول من اسس مسبك للبرونز، يمكن كبير في ابشان ان شاء الله. طبعا في اول بدايات التسعينات قعدت اعمل تجارب، لان كانوا بيعتبروها سر من الاسرار. لكن مع الوقت وسفر كتير هنا، مين اللي كان بيعتبرها سر من الاسرار؟ اي حد صاحب مسبك. يعني كنت تطلع في ايطاليا يقفلوا عليه، ما حدش عايز يقول. لكن يمكن انا التقيت بصديقي الفنان خالد زكي في مع رحله كنت مسافرها في ايطاليا مع صلاح حماد، والتقينا بخالد زكي على في بيترا سانتا، في مدينه بيترا سانتا. وقال لي يا ريت لو في شخص لو يجي الوقت ويحكي لنا على كل حاجه اللي انت عايزه. بالفعل في نفس اللحظه ظهر هذا الشخص وبدا يحكي لنا على كل التفاصيل، ايه الفرق بيني وبينه في التقنيات، وايه اللي ناقصني عشان اقدر اسبك شغلي او نفذ اعمالي البرونزيه، النحت من خامه البرونز المفرغ. كان في فرق بسيط جدا. وفعلا رجعت من ايطاليا وبدات اعالج التجربه، وبدات انتج من تمثال صغير زي 15 سنتي الى عمل ارتفاعه 6 متر ووزنه 6 طن موجود حاليا في اسوان. بتاع العقاد من اعمال الفنان عبد العزيز الصعب. وعملت اعمال كتير زي طه حسين واحمد شوقي ونجيب محفوظ ومصطفى مشرفه. طيب يعني لينا حديث عن باقي اعمالك، ولكن ما زلنا مع التراث المصري القديم. نفرتيتي من اكثر المنحوتات يعني التي يعني اذهلت العالم. يعني هو هنا البورتريه تحس فيه بالطبيعه والجمال. انا هنا حبيت ان انا ابين ان النحت المصري القديم ما سابش حاجه حتى في اللون الطبيعي. النحت الملون اللي احنا بنيجي نقول النهارده فيه ده فلان من الفنانين اللي هم اكتشفوا النحت الملون. لا، النحت الملون موجود اهوت في موجود ايام مصر القديم. مصر القديم اكتشف كل شيء، وهنا حتى التطعيم والاختزال واللون والقوة والجمال في التمثال زي تمثال نفرتيتي بشكل في منتهى الرشاقة والسمو والجمال. كان الفنانين المصريين في الوقت ده اللي كان بيعملوا حضارة المصرية، الآثار اللي احنا بنشوفها مالية المتاحف في العالم، ما اعتقدش كانوا 10 فنانين ولا 20 ولا 1000 ولا 100,000. ده اعتقد ان الشعب المصري معظمه كان شغال في مهنة الفن. صورة مقربة. شوف هنا الجمال والقوة واللون والرشاقة بتاعت الرقبة والملامح المصرية الجميلة. هنا النحت المصري بيأكد وجوده عبر التاريخ. هو السؤال المهم أيضا، الفنان نفسه، الفنان المصري القديم، لماذا لم يعني يزع صيته؟ ولكن المنحوتات أكثر شهرة من اسم الفنان.
يعني لا نعرف من الذي نحت رأس نفرتيتي مثلا. لأن الفن كان في الوقت ده لخدمة الدين، زي بيقول لك أنا الفنان مجهول الصانع، زي ما بيجي النهارده بيعمل مسجد أو جامع ويقول أنا مش عايز اسمي يتكتب. فكان تقربا للآلهة زمان في هذا العصر الوثني القديم، كان الفنان مجهول الصانع، مجهول الاسم، لأن كان في معظم في فناء في فكرة الإله، أن هو كان يعتبر عمل جماعي. كل الأعمال الفنية كانت ليها وظيفة دينية، يعني لم يتم استثناء بعض الأعمال من أجل مثلا وظيفة أخرى. في المرحلة اللي فيها إخناتون، يعني حتى للعامرينة ومقابر بني حسن، لما بتتفرج بتروح المقابر تلاقي فيه الحرف، كل حرف ذكر لك، حتى لعب الكورة وسباكة المعادن وكل النجارة والحصاد وصناعة النبيذ وصناعة النسيج، كل دي موجودة في مقابر بني حسن، بتأكد يعني هنا في ده القزم اللي حضرتك اتكلمت عنه. لا ده مثلا هنا في تقديم للقرابين في حالة بناء العمل لا يبرز منه إلا إيديه، وعلى إيديه شايل قربان بيقدمه للإله. فهنا برضو اللون، يعني خدمة الفن هنا مرتبط بالخامة واللون. يعني اللون هنا كان بيخدم العمل وبيأكد على الملامح والصفات المصري القديم. يعني يمكن الأسلوب المصري القديم كان بيستخدم مثلا في النحت البارز، ما كانش كان دايما الصدر يرسم الصدر، يحط يعمل الصدر من الأمام، والقدمين الأرجل من الجانب، والوجه من الجانب، لكن يحط العين من الأمام على، يعني مثلا تلاقي الوجه من الجانب لكن يحط يرسم العين من الأمام كاملة. على كان بيحط صفات معينة للرسم، وكأن لما تروح مثلا معبد أبو سمبل تلاقي فيه مجموعة من طريقة مراحل تنفيذ النحت، اللي الفنان يرسم وراه اللي بينحت ويشطب، وراه حد تاني بيكمل، وراه حد بيعمل تشطيب ويلون. يعني كان مجموعة من البشر كانوا بيشتغلوا، في الفنانين بيشتغلوا في تنفيذ المقبرة أو المعبد بهذه الصفة. في جملة لفتت انتباهي عن أعمالك: عندما نقترب من مخزون الفنان نكتشف خليطا من العناصر والكائنات، بدءا من الإنسان والحيوان والطيور وغيرها من عناصر البيئة التي تندرج تحت ما يسمى بالتراث الشعبي والفنون والألعاب الريفية التي تتميز بها القرية بشكل عام. إن استخدام الوجه أو جزء من جسد المرأة كاملا أو تكرار كل هذه العناصر في عمل واحد يأتي بقدرات خاصة تعتمد على مرجعية تراكمية لخبرته ومهارته في فن الرسم وخضوعه للنسب التشريحية للكائنات بشكل عام، وهذا يؤدي إلى حرية مطلقة لتطويع هذا المخزون من الأعمال الفنية التي تعكس بساطته وثقافته. في منحوتته مثلا آدم وحواء يظهر استلهامه من الفنون الشعبية والبدائية وغيرها من الحضارات القديمة. ده اللي أنا كنت يعني بأشير إليه مع حضرتك، إنه فكرة استلهام التراث بارزة بشكل خاص في أعمالك. يمكن ده كلام الدكتور أحمد نوار، كان في كلام أيضا الأستاذة فدوى رمضان بنفس المعنى. الاستلهام التراث يأتي بشكل غير واعي أم بشكل واعي؟ لا، بشكل غير واعي طبعا، بشكل طبيعي، يعني إحساس كده كأنك بتمسك ورقة وقلم وتقعد ترسم، يطلع لك المخزون أو التكوين بتاعك كله طالع من خلال تركيبتك وثقافتك اللي هي البنائية الداخلية جواك. البنائية دي جت نشأت من إيه؟ من لغة، من مهارة، من إمكانية، من أداء. زي البصمة، زي ما بتقعد ترسم بحرية، يعني بعد الكلية وبعد الارتباط بالشكل الأكاديمي في كلية الفنون الجميلة في اسكندرية، كان لازم أبحث عن 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 عن, عن, عن نفسي، أو يبقى لي أسلوب خاص بيا. فكان أقرب شيء لأن أن يكون لي أسلوب خاص بيا، أن أنا أعبر عن ذاتي. هذه الذات
فيها كل الموروث اللي انا والثقافات اللي قريتها والحكايات والمشاهدات والرؤى وكل العناصر وكل الالعاب والطفوله والايام والليالي والليل والقمر والشمس والحصاد والكائنات والحيوانات، كل الحاجات الموجوده في القريه نعم، كانت مفردات في كانت أعمالك. مفردات في اعمالي. وحبيت ان انا اشتغل بحريه بعيد عن الالتزام لا بتشريح ولا ومع ذلك ارتباط ب النقاد يرون أن هذه النسب ربما كانت في اللاوعي عندك، لأن هناك نسب تشريحية تراكمية في أعمالك. طبعا آه، طبعا يعني هنا الكاتبة نسخ فدوى. توافقية، يعني آه أنا بحاول أوفق الأشكياء برؤية غير منطقية غير طبيعية نعم بشكل إيه يرضي النفس يرضي نعم الإحساس. نعم نعم يعني يعني في مثلا تحليل للكاتبة فدوى رمضان تحت عنوان صياغة جديدة لعناصر التراث الشعبي في معرض النحات السيد عبده سليم، بتقول: تبرز مقدرة الفنان في فهم وتحليل وتفكيك هذا العنصر وعرضه في هيئة يغلب عليها الطقس أو الإحساس التراثي الذي لا يعني حضارة بعينها إسلامية كانت أو قبطية أو حتى فرعونية، سواء جاء التكوين من خامة الفخار أو الحجر الجيري أو مصبوبا بالبرونز، فإن اختلاف الخامة أو التقنية لم يفقد العمل أيا من مقوماته. هو بالفعل، يعني انا ما اقصدش خالص ان انا احط لا فرعوني ولا قبطي ولا اسلامي ولا مصري ولا اشوري ولا بابلي. هي فعلا الواحد بيشتغل فبيحس ان هو بيعمل بيضيف اضافات اخرى جديده لمخزونه هو الشخصي، يعني لعالمه الشخصي. يعني انا بحاول، وبعدين في الاخر بتشوف عمل مكون من عناصر كتير تكاد تكون شبيهة بكذا شبيهة بكذا، لكن في الآخر هي حاجة تخصني أنا. صحيح، وكل النحاتين والفنانين بيعملوا كده. يعني مثلا لو بصيت في شغل مثلا حامد ندى ولا الجزار ولا محمود مختار ولا محمود موسى، كل الفنانين بينسابوا على السطح، بينساب على بإحساسه المفرط، سواء كان بشكل تجريدي او بشكل صرحي او بشكل واقعي، بيعبر عن ذاته باحساس يخصه. حضرتك من ذكرت التميز الاسره ال18 واخ اتون وتوت عنخ توت امون. عنخ امون معنا الان هذا الغلام الذي يعني سحر العالم او سحرت منحوتاته العالم وما زالت حتى يومنا هذا. أنا حبيت أشيد بس يعني بمهارة المصر القديم في هذه الإمكانية الرهيبة جدا في صناعة هذا القناع القناع الذهبي الذهبي. طبعا الناس كانت بتتفوق على العصر اللي هم كانوا فيه بهذه الإمكانية، ما نقدرش نقول إن الله. كان بينحتوا الحجر بحجر. يعني مين قال لك إني نقدر أنا أصنع تمثال من الجرانيت ارتفاعه 6 متر و 7 متر بإن أنا أقعد أدعك حجر بحجر عشان أنحت؟ لكن في إمكانيات بنجهلها حتى الآن، يعني هناك أسرار كثيرة جدا. في نحت بالذهب الآن؟ في نحت بالذهب بالذهب بالصب. عملت صب. صب بمعنى؟ يعني سبك. سبك. بنصهر المعدن ونصب في قوالب. ده مين اللي يعني يهتم بهذا؟ ممكن الصاغه او هو ده التمثال اللي هو تحيه الى قزم سنب. ده انت مستوحي من التراث الفرعوني. مستوحي من القزم سنب او الجلسه الفرعونيه، جلسه الكاتب المصري، لكن هنا انا خرجت بالايدين الى بعيد عن الصدر كده في نوع من التقديم للتحيه. هي عبارة عن تفاحة فيها نوع من التفاؤل والأمل والحب والخير. حتى الألوان اللي استخدمتها برضو تيمنا بالنحت المصري القديم. صحيح، ودي واضح حتى قطعة التأثر كده جدا حتى في تمثال المصري القديم الجالس القرفصاء. يعني أنا هنا حبيت إن أنا أكون أول أنا مرتبط بمصر بالمصري ومرتبط ببنائية العمل النحتي المصري. يمكن في تمثال آخر زي تمثال النيل، وهو عبارة عن شكل مختلف خالص عن التناول، ان مجموعة شكل كده مستطيل
متشال على مجموعة من الأقدام عبارة عن الإله هانوت، إلهة السماء. عند المصر القديم، وفوق بتمساح، وتحت فيه عروسة البحر وعروسة النيل. وفي تقدم هنا، الأقدام بتعبر عن التاريخ، تعبر عن الزمن وتواليات الحياة على هذا الزمن من خلال النيل اللي بينبع من حسب الفكر المصري القديم. من هنا التمثال، عودة الروح اللي أنا استوحيته من فكرة النبات يخرج من جسد أوزوريس. هنا الاستلهام التراثي هنا واضح تماما. يعني احنا كنا عرضنا تمثال أوزوريس، وكان تمثال ارتفاعه طوله حوالي 12 متر وارتفاعه بالبراعم اللي فوق ده حوالي 3 متر. نعم موجود عندي في لسه طبعا. جميل. لكن لما بنيجي نتكلم على تمثال زي النيل، تحس ان فيه اختلاف شديد جدا من برضه مستوحى من الفكر المصري القديم. نعم. لكن مش من عناصر المصري القديم. لما بحط عروس النيل بحطها باسلوب انا. اكيد. بحط فرس النار برضه. حاجه تخدم الشكل، لان احنا هنا بنستخدم بقى الوقت بنستخدم البرونز، مش بنستخدم الجرانيت ولا الاحجار. البرونز فيه امكانيه انك تعمل تفريغ وتعمل لقاط وتعمل اشياء طالعه من الكتله، وفي حريه في التعبير. على عكس الجرانيت لازم يحافظ على الكتله. هنا فخار ملون. يعني هنا مرتبط قوي بالشكل الفرعوني. يعني هتحس ان هنا الشعر والملامح ولون البشره، ولون البشره باستخدام نفس الاكاسيد والملونه للجسم والايدين والاحجام القصيره. لماذا يعني تهتم بها في منحوتاتك؟ يعني انا عشان خاطر ده، وعمل صغير محروق يعني طينه واتحرقت في الفرن. ما تقدرش تعمل اكبر من كده يعني. لان في حدود الامكانيات الفرن اللي انت بتشتغل. ودي اعمال على فكره كنت بعملها بعد ما اتخرجت. كنت بروح عند بتاع الفخوره اللي هو بيصنع القلل والزيار والابريق والحاجات بتاع زمان. فخوره بطينه زراعيه. طبعا ده الموضوع ده بدا ينقرض، صناعه الفخار. لكن انا كنت بروح اقعد عند هذا الرجل واعمل الطينه بنفسي واداله يحرقها في الفرن وتطلع بهذه الصيغه. نعم طبعا. هنا دكتور السيد عبدو، ده الفكر، ده موضوع المسبك الاول. اللي اتعمل في مصر في قريه ابشان، وده نتاج الاعمال الكبيره اللي اتصنعت في هذا المسبك. تمثال نجيب محفوظ طبعا لسه في مرحله تشطيب البرونز، ومصطفى مشرفه، ويمكن كان جالس جنبه احمد شوقي. وانت ليك حوالي 16 تمثال في ميادين مصر المختلفه. حوالي 16 تمثال. منهم بنت الشاطئ ايضا، بنت الشاطئ ومصطفى مشرفه. صحيح. ومصطفى كامل في مدينه السلام. ايه اللي بيخليك تعمل تمثال عن شخصيه معروفه؟ يعني هل بيبقى تكليف ام التكليف بيطلب مني؟ تكليف بيطلب مني. وهناك جمله ايضا اود ان اناقشها معك. كان في اشاره لتمثال امومه، و تقول الكاتبة فدوى رمضان: الفنان السيد عبدو سليم يبحث من الداخل إلى الخارج، أي يستدعي قيمة الإنسان من داخله والخروج بذاته وقيمته الإنسانية وعطائه. ما معنى هذه الجملة النقدية الكبيرة؟ يعني هو هي بتتكلم على أن أنا بشوف العمل من الجوهر، من الداخل، من الفكر، فكر البنائية نفسه. يعني ما أتكلم مثلا عن النيل، بعمل عملية ترميز للنيل. بعمل لوحة من النحاس المطروق مثلا عن فكرة صاحبية السجن زي ما شفناها. لو بعمل مثلا عمل عن أي حاجة هنعلق على ده الديك. دي بقى مفردات التراث الشعبي أيضا، دي الموروث، ودي المفردات اللي في القرية. ده طائر موجود في كل البيوت في الريف، بيعمل صيحة الفجر والخير والحرية. وطبعا كائن معروف الوديك، وموجود في الحضارات القديمة حتى في الإسلامي والقبطي والمصري القديم. جميل جميل المفردات الشعبية ديت.
هنا بقى، هنا بقى انا عملت هنا ده هنا بقى هنتكلم عنه. عمل اسطوري شويه خيالي، عباره عن طائر مجنح بجسد بجسد حيوان. حيوان، ممكن يكون اسد، ممكن يكون هنا بقى حصان. هنتوقف، هنا لماذا؟ لأنه ربما التأثر يأتي من أسد بابل أو من الحضارة البابلية وفي مصر القديم والأشورية، برضه، وفي في مصر الاسلام. وفي البراق، في الفكر الإسلامي فكر بشكل عام، اسلامي. ولكن المنحوتات المجنحة كانت موجودة في هذه الفترة السحيقة من التاريخ يعني. اي موجود. انا حبيت، وانا انا مش عارف انا عملته ازاي، لكن انا رسمت، وبعد الرسم لقيت نفسي بعمل عمل صغير خالص في قاعده كده، فحبيت ان نعم انا اكبره، فوصل في هذا التكبير. يعني يكاد الأسد المجنح يتكرر في حضارات كثيرة معبرا عن رغبة الإنسان الدائمة في الطيران أو الصعود أو السمو حتى للإله، أكيد. يعني فكرة الارتقاء والانعتاق. هنا كان لدينا أيضا تمثال عن الأمومة، في تمثال أعمال الأمومة كتير. من التماثيل المهمة في في أعماله. أعمال كتير من نعم الأعمال ها هو معنا. هنا الأمومة مثلا، برضو في بنائيات، وفي كتلة، وفي رسوخ، وفي ارتباط بالأسلوب اللي يكاد يكون أسلوب المصري القديم. انا عايز اتكلم بس عن ذراعين الام وذراعين الطفل، يعني هنا باشعر ان هما، يعني اسمح لي اقول ان ذراعين الام واضح جدا فكرة الاحتواء، وذراعين الطفل هنا فكرة التهذيب او في الأدب نعم واستقبال المعلومات بنوع من من الرضا، من الرضا الأمان رضا نعم. والحب. فده كان في هنا في فكرة جاي من منحوتة التراث اسمها الرجل الشعبي، واللعبة. يعني من التراث الشعبي الحاوي اللي بيجوب بالقرى ويلف، الحاوي. ويلف بطارة من السكاكين ويحط فيها نار، وبعدين ينط من الطارة. فأنا تخيلت هذا الرجل نط وما ما نطش، ففضل في هذه الحالة، بقت حالة مأساوية. هنا التمثال بسميه عفريت القمر. يعني احنا كنا في القرية، كان زمان يحكي لك، وانت يقول لك بالليل لو انت ماشي بالليل هتلاقي في حمار أبيض يكبر 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 يكبر، واللي يركبه يفضل يكبر بيه لغاية لما يعلى فوق، وبعدين يوقعه يسقط على الأرض. فأنا تخيلت الفكرة وعملت هذا الحيوان الحمار ده بأرجل فيها نوع من الشكل لولبي كده، وعملت فيه صيحة زي كأن ملاك بدل الإنسان بينفخ في البوق إلى نوع من الإشارة إلى أشياء كثيرة، نعم منها الحرية، منها الحياة، منها الحب، منها الخير كده. نعم السيد عبد السليم في الحقيقة يعني دائما أبدا ما نستضيفه في قناة النيل الثقافية ولا يسعنا الوقت لاستكمال كل المحاور، لأنه بالفعل ثري ثراء فني كبير. والحقيقة أيضا سأختم معه ليس بذكر المعارض الكثيرة التي شارك فيها في كل أنحاء العالم، ولكن ربما نختزل الأمور قليلا في بعض الجوائز التي سنذكر بعضها. ميدالية الأسابيع الثقافية أعتقد في أسبانيا في أسبانيا عام 1980، 80 وتكريم من بينال الإكوادور أيوة في 2006، ووسام الفنون من الصين في عام 1998. 98 نعم الحقيقة استلهام التراث يكاد يكون البطل في أعمال السيد عبدو سليم، وحاولنا أن نعقد مقارنة ما بين التراث الفرعوني وأيضا بعض منابع التراث الأخرى التي استلهمها في أعماله. جزيل الشكر لتشريفك لنا. شكرا جزيلا، أنا سعيد جدا بوجودك ما بينك هنا. شكرا جزيلا، شكرا. فرقة رضا جزء أصيل أيضا من تراثنا، والحقيقة أنها فرقة خاصة جدا أسهمت في تطوير فن الرقص الشرقي وتطوير الفنون الشعبية وتقديم أعمال خالدة ما زالت حتى يومنا هذا لها قيمتها وتقديرها، لدرجة أن الدولة تدخلت وضمت هذه الفرقة لوزارة الثقافة في مطلع الستينات. سنذهب إلى فاصل عن فرقة رضا للفنون الشعبية، ولابد أن نشير إلى أنها استقطبت أيضا عدد رائع ومميز من الموسيقيين، سواء كانوا ملحنين أمثال
علي إسماعيل وبليغ حمدي وغيرهم، أو مطربين ككارم محمود ومحمد العزبي وغيرهم، وقدمت هذه الباقة الكبيرة والشتى من شتى ألوان العناصر الإبداعية في فرقة نتمنى لها مزيد من العطاء والاستمرارية. بعد الفاصل تأتيكم الزميلة نهاد وفرقة رضا للفنون الشعبية.